البيئة في دولة الكويت في كافة أشكالها تحظى باهتمام الجميع، وتسعى كافة الجهات لحمايتها من خلال سن القوانين وأيضا متابعة تطبيقها على أرض الواقع لتكون لدينا بيئة مستدامة. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي مع رئيس قسم تفتيش العاصمة بالهيئة العامة للبيئة، معنا الأستاذ حسن العبدالله. جدا سعيدين بوجودك معنا اليوم. يا هلا والله، حياك الله وسعى المباركة وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. في البداية يعني أستاذ حسن، نتكلم عن حملاتكم التفتيشية على الشواطئ وكيف يتم التنسيق لها. طبعا احنا بالهيئة العامة للبيئة عندنا جدول زمني خلال كل فترة من السنة في موسم خاص، يعني مثل موسم البر تكون حملاتنا متوجهة على البيئة البرية، خلال موسم الصيد تكون حملاتنا متوجهة لأعمال الصيد وغيرها. طبعا حاليا توجه يكون على الشواطئ والجزر الكويتية، تطبيق قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته. طبعا احنا بصورة دورية قاعدين نغطي سواحل دولة الكويت والجزر. طبعا في جهات مشاركة في هذه الحملات مثل إدارة شرطة البيئة من وزارة الداخلية وإدارة خفض السواحل على الجزر الكويتية. نعم، اليوم أيضا بالنسبة لهذه الحملات احنا حابين نعرف أبرز قوانينها اللي تكون رادعة بالنسبة لإلقاء المهملات أو إشعال النار. نفس ما تكلمنا، احنا اليوم بالهيئة العامة للبيئة قاعدين نطبق قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014. طبعا كل نوع من المخلفات نص عليه القانون في عقوبة معينة، بس غالبا اللي قاعد نواجهه في الشواطئ أو السواحل هي المخلفات العادية، استخدام الناس من قراطيس، من بقايا أكل وهذه الأمور. طبعا المخالفات على حسب نوع الجرم اللي قاعد تصير تبدي من 50 دينار حق المخلفات العادية اللي هي قراطيس وكلينكس وغيرها، توصل ل200,000. نعم. من خلال زياراتكم أستاذ حسن الفترة الماضية، هل تشوف أن وعي الجمهور أو وعي الناس زاد في موضوع البيئة النظيفة المستدامة وأيضا التقيد بهذه القوانين، قوانين الهيئة والقانون اللي أنت ذكرته وتعديلاته؟ طبعا أنا أكلمك عن تجربة شخصية، أنا مارست المهنة من 2016، كان درجة وعي الناس كل سنة قاعدة تبين معنا كل سنة. 2016-2017 كنا نطلع كنا نشوف يعني ثقافة مو من ثقافتنا على بداية الأمر، بس الحين تي لا، يعني نادر نرصد مخالفة، يعني نرصد بس نادر، مو نفس أول أيام تطبيق القانون. وعلاوة على ذلك قانون حماية البيئة أشركت الجهات، جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة في القانون، لأنه هو عنصر مهم. اليوم البيئة عنصر مهم، مو البيئة مو حق الهيئة العامة للبيئة، حق الناس ككل، حق حياتهم الشخصية، حق صحتهم، حق الحياة بشكل عام. أي نعم. وزارة التربية دخلتهم بمناهجهم، قامت تدرس الطلبة، قامت تعلمهم أهمية البيئة. وزارة الصحة كذلك قامت توعي الناس اللي يجون عندها والعاملين عندهم. إدارة شرطة البيئة، وعندنا يعني إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارتنا في الهيئة العامة للبيئة قاعد يطلعون غير حملات تفتيشية، حملات توعوية. نعم. وطبعا اكيد يعطيكم العافيه للامانه على هذه الجهود اللي قاعد تقومون فيها، وكل الجهات اللي قاعد اكيد تقوم بتوعيه ونشر التوعيه بالنسبه للمحافظه على البيئه. اليوم اكيد قاعد تجيكم بلاغات بالنسبه لسوء استخدام اكيد الادوات وغيرها من الامور اللي تضر البيئه، فبالنسبه لكم كيف تتابعون مع زملائكم في النوبات التفتيشيه البلاغات والشكاوي اكيد اللي توصل لكم؟ طبعا نفس ما قلت لكم، اليوم قانون حماية البيئة مو بس الهيئة العامة للبيئة قاعد تطبقه، قاعد يطبقونه إدارة شرطة البيئة، إدارة العامة لخفر السواحل، بلدية الكويت، وزارة الكهرباء، يعني أغلب وزارات الدولة لهم اختصاص بقانون حماية البيئة. قاعدين نستقبل بلاغات والشكاوي من جميع المواطنين أو من الجهات الحكومية، قاعدين نطلع لهم إذا كانت شكوى، يعني مضطرين نطلع له نفس الوقت، قاعدين ناخذ وياها اكشن ونطلع بالتنسيق مع جهات الدوله. وفي حال يعني شكاوي عاديه نقدر ناخذهم على يوم او يومين على حسب اولويه الشكاوي اللي قاعد توصلنا. نعم. موضوع يعني الصيف انت ذكرت ان تكون التجارب تكون اكثر بحريه، ولكن انا ودي اسال هل هناك فريق يعني مختص يقوم في عمليه جولات خاصه بالجزر بالتحديد ومتابعه؟
احنا العمل بإدارة تفتيش الرغابة مقسم وفق المحافظات. طبعا محافظة العاصمة هي اللي يكون تحتها الجزر الكويتية والبحر والسواحل المطلة على منطقة العاصمة. فعندنا ناس مختصين قاعدين نشتغل كمجموعة واحدة مع إدارة شرطة في البيئة يتابعون. اي نعم، وحتى هم إذا رصدوا قاعد يصير في مكالمات وإحالات وناخذ الإجراءات القانونية وفق قانون حماية البيئة. نعم، اليوم أكيد بالنسبة للمخالفة في البعض يتساءل إن هل هناك تعهد قبل المخالفة، خاصة عندما تكون فورية بالنسبة للاستخدام السيء للبيئة بشكل عام، يعني اللي يتلفها بشكل مباشر وأساسي؟ طبعا قانون حماية البيئة ما نص على وجود أي تعهد، نص على مخالفة، على طول إصدار مخالفة لصاحب الشأن، وهذا اللي قام طبقه في حال رصد اي مخالفه قاعد نعطيهم مخالفه ويتم مراجعتنا لعمل امر صلح ودفع القيمه الادنى من المخالفه. نعم. ايضا هناك اشكال اخرى استاذ حسن في موضوع ايذاء البيئه، وهي اتلاف او صيد الكائنات الفطريه او حتى الحيوانيه. ودي اعرف اجراءاتكم في مثل هذه الانتهاكات على البيئه، وهذا التطبيق نبير يعني نوضح اكثر للمشاهد الكريم. بخصوص الكائنات احنا هم عندنا فرق بالتفتيش مختصة قاعد تقوم حملات مستمرة، خاصة في الجانب البحري قاعد نتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كونهم أصحاب اختصاص بالبيئة البحرية والكائنات، متى مواسم الصيد، متى أدوات الصيد المسموحة والممنوعة كلها تطلع عن طريق الثروة السمكية كونهم أصحاب اختصاص. فاحنا قاعد يصير تنسيق معهم، بعض المرات هم يحررون مخالفات على قانون حماية البيئة وقاعدين يرسلونها لنا، احنا قاعدين نطلع، إدارة شرطة البيئة قاعد تطلع، يعني أكثر من جهة قاعد تطبق قانون البيئة بخصوص الصيد. طبعا هم في الصيد على الساحلي، ويعني أغلب الجاليات الوافدة اللي ما تعرفه أنه ممنوع تقليب الصخر وتكسير الصخر كجهل. أيوة كجهل، لأنهم بديارهم يمكن عندهم عادي، بس احنا موائل طبيعيه الكائنات الحيه تكون هذه الاماكن، فيمنع تكسير الصخور، اقتلاع الصخور، جمع القشريات من السواحل، هذه الامور هذه كلها قاعد نتابعها يعني. نعم، طبعا ذكرت لنا في بدايه الحديث ان هناك في بعض اشكال بالنسبه للمخالفات البيئيه، ففي حال وصول مقاطع من الصور شو ممكن تتعاملون اكيد مع هذه المخالفه؟ احنا طبعا عندنا تواصل مباشر مع إدارة العامة للمباحث الجنائية، المباحث الإلكتروني، أي مقطع قاعد يوصل لنا مو معروف صاحبه ولا بيانات صاحبه قاعدين يصير في تنسيق بيننا وبينهم، يتم تزويدنا ببياناته، بالتالي يتم استدعاءه من قبل إدارة شرطة البيئة، وإحنا نروح ناخذ الإجراءات. فنفس ما قلنا القانون متعلق بكل جهة تكمل الثانية، واحد ستيب باي ستيب، واحد يطلع البيانات حسب اختصاصه، واحد يستدعي حسب اختصاصه. نعم، واحنا نحرر المخالفات حسب اختصاصنا. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك. بارك الله فيك، مشكور على حضورك في هذا اللقاء. الله يسلمك. طبعا لنحافظ على هذه الثروة القيمة وهي البيئة من خلال نشر الوعي للأجيال القادمة. وفي ختام هذا اللقاء طبعا نشكر رئيس قسم تفتيش العاصمة بالهيئة العامة للبيئة الأستاذ حسن العبد الله.